مرحبا بكم جديد في زوم 73.79 دقائق بالضبط على النجمة فهم. بعد شوية باش نعملوا عودة على حبس المختار والتجاوزات القانونية اللي صارت في حبس المختار وبيان سور القرارات اللي اتخذتها بلدية سوسة في الموضوع هذايا. كيف كيف باش نكونوا في متابعة للاجتماع اللي باش يجمع اليوم رئيس بلدية الكندار يمكن تتفكر سي علي بن ميم بمختلف السلط باش نشوفوا القرار نتاع الهدم اللي كانت دخلت عليه المواطنة مدام ربح معنا في زوم 73 دونك باش نتابعوا في الموضوع هذا زاد كيف كيف شنو تنجيزه لنفيذه اي سورتو باش نكونوا موجودين في اكودا نعملوا طلع على حاله المرشي نتاع اكودا بعد التشكيات اللي جاتنا من عند بعض المواطنين معلم والا شخص يقوم باستقطاب ثله من المعلمين ويهمهم بعقود وهميه باش يمشيو يقريو في المانيا وين وصلت الحكايه هذه تفاصيل ناخذوها بعد شويه مع السيد المندوب الجهوي للتربيه سي منجي سليم بالمستيره ما قبل هذا باش نمشيو لزوم 73 وتوت سويت اديتو على سلامتكم. الجمعة اللي فاتت شهدت تونس جرائم مختلفة وأكثرها البركاجات وفي مختلف الجهات. الحوادث هذه كانت متواترة وخلفت برشا استياء في الشارع التونسي. ارتفاع منسوب الجريمة في 2019 بنسبة 46% بالمقارنة بسنة 2018 وكان نحكيه على النسب بالتفصيل نتصدموا كل يوم نسمع وحاثة أشنع من اللي قبلها وتتعدى وتتنسى وتصير بعدها كوارث وحوادث أخرى. بعض المختصين في علم الاجتماع أرجو ارتفاع منسوب العنف للعوامل الاقتصادية والاجتماعية وغياب الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي وخاصة غياب التوازن السياسي كلام كبير واللي تصير جريمة في حومته أكيد مش باش يرجع اللي صار للأسباب هذه ومش باش يفهم الكلام اللي كنت نقول فيه. الجريمة اليوم في كل حومة شعبية ولا راقية مست كل الطبقات المتعلمة وغيرها وسبب لول هو انهيار المنظومة الأخلاقية والمخدرات اللي عصفت بأغلب الديار التونسية ما فماش جريمة صارت ولا الجني وإلا أنه الجني كان تحت تأثير المخدر وأغلب الجرائم يرتكبوها شباب ما زالوا في العشرينات شباب مهمش دون عناية لا من الدولة ولا من المحيط شباب المخدرات متوفرت له وين يمشي في الحومة في المعهد في الجامعة في القهوة وحتى في قاعة الرياضة شباب نفرك كل شيء لوج على بديل وخسارة أنه أغلب الشباب المخدرات كانت هي البديل وفي كل هذا الدولة تحاسب الجنات بعد كل جريمة بالحبس أما ما تعالش الظاهرة من جذورها وما تحاولش تفسر الأسباب اللي خلت بلاد كيما تونس تتراجع في مراتب البلدان الأكثر أمنا وتتصدر مراتب الدول الأكثر ارتفاعا في منسوب الجريمة. منسوب الجريمه اللي ارتفع المده الاخرانيه الكل الموجه نتاع البراكاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها احداث العنف براتيكمون في كل حومه لازم في النهار تسمع على عمليه براكاج هذا كان مش اكثر اليوم الناس الكل ولات خايفه على رواحها خايفين على صغارنا خايفين على وليداتنا خايفين حتى على الكبار اليوم اللي يروح فما شكون منا يخدم مخر ويروح مخر مسكين هذاك كي يجي ساعات يحل الباب داره ويخاف على روحه يبدا يغزر على اكتافه اللي يخرج يخدم بكري اللي يخدم في وضح النهار اللي في القايله ما عاد سالم حتى حد اليوم من الحاله هذيه ديجا نحن حتى على الباج فيسبوك نتاع نجمه فهم المساجات اللي قاعده تجينا من عند المواطنين اخرهم اليوم الصباح في حي الرياض صيحه فزاع من السكان نتاع حي الرياض الثاني والثالث اللي قال لك رانا تعذبنا رانا تعبنا الموتوات الكل قاعده تتسرق كل يوم فما عمليه نتاع براكاج بالحق لهنا هو مش بعيد على حي الرياض حي بوخزر زاده واكيد الاهالي يسمعوا فيا زاده كيف كيف في ليله واحده 24 ساعه ثلاثه عمليات براكاج هذوما المعلنه واللي فيهم واحده تم التصدي لها ولكن تقريبا كل يوم فما عمليات براكاج قاعده تصير في المناطق هذيا مانيش نحكي كان على المنطقه هذه زي الاهالي تشكيو والسبب هو انه ما فماش انعدام التنوير العمومي اللي ساهم بشكل او باخر في وجود المنحرفين في المنهجه هذيا ولكن كل مناطق ولايه سوسه بدون استثناء كلهم فيهم ولا تونس كامله لو مش كان سوسه معناتها كل المناطق في الجمهوريه فيهم عمليات براكاج متواتره واليوم ولينا ما عادش نحكيو على براكاج ولينا نحكيو على عمليه سطو وقت اللي يدخلوا للسنتر اللي في المنزه نوف وقت اللي طبيبه ولا مروحه هي ورجلها في الكهرباء رشق بالحجاره الكهرباء وبراكاج ليها ورجلها وقت اللي نحكيو على بنيات يروحوا من المكتب ولا صغيرات يروحوا من المكتب ويتم التعرض لهم والسطو على ممتلكاتهم وشنو هي ممتلكاتهم؟ بورتابل و10 الاف في مكتوب ومصروف ولا 5000 ولا اللي هو معناتها هذه ظاهره ولات الحقيقه تمس الناس الكل ما فماش انسان بمنأى على اللي قاعد يصير اليوم لا في كرهبته ولا على ساقيه لا حتى في وسط داره تتفكر انت تقريبا من ثلاثة اسابيع المعلمه اللي دخلوا لها لغرفه النوم نتاعها وهي ورجلها راقدين وهدوها بصغيرها صغيرها اللي في الفرشه في جنبها يهدوها بسلاح ابيض يحطوها على رقبه البيبي هذا اللي راقد باش ياخذوا شنو اللي عندهم في الاخر
الاخر يلقاو شويه تليفونات وشويه فلوس، معناتها مستعدين باش يزهقوا روح نتاع البيبي هذيا في مقابل زوج تليفونات ما يسواوش 200 دينار اذا كان باش يهزوا يبيعوهم. دونك ارتفاع منسوب الجريمه في تونس الحقيقه ولا خطر ويخوف برشا. ان شاء الله ما تكونش زاده ورقه رابحه نلعبوا بها ولا تلعب بها الايدي الخفيه، باش احنا نلهيو الشعب على حاجه ما اهم ولا يمكن تكون مهمه جدا باش تكون تصير في البلاد. 9:11 دقيقه توت سويت على نجمه فهم باش نمشيو الالو نجمه قادوا معنا في الاستماع بعد شويه، نعطيكم مختلف محطاتنا في مختلف الجهات على نجمه فهم.